وتملي يعني بيخلق نفسه الازمات. يعني شيكابالا كان المفروض دلوقتي محترف في احسن الانديه في العالم، هو ظلم نفسه كتير وظلم نفسه. ازاي النهارده المنتخب كان بيلعب وشيكابالا مش موجود فيه، وهو لسه يعني برضه سنه النهارده عصام الحضري كام سنه وبيلعب، لعيبه كتير اكبر منه كتير وبتلعب، ده برضه مش عارف ايه اللي بيدور في دماغه ان هو ما يحضرش تدريب، فلازم ياخد عقاب، لما بيتعاقب بيزعل ويبقى مشكله يقعد عن التدريب تاني، فكل الكلام ده بيأخره وبيعمل له مشكله. اتمنى ان هو طبعا يستوعب الدرس ده ويكون الاعتذار الاخير ويبدأ يلتزم بالتدريب ويلتزم بالكوره فقط ويلعب وبدون بعيد عن المشاكل. شايف شيكابالا يعني المفروض كابتن نادي الزمالك، المفروض ياخد اللعيبه تحت باطه يلمهم كابتن يحتوي المشاكل كلها، لان اللعيبه المواهب الصغيره المفروض يعني تحط شيكابالا ده قدوه ليهم. يعني هو ظلم نفسه في الازمات بتاعته واتظلم من الادارات مثلا، ايه بتاخد فكره سيئه وللاسف اللي انا اقول كده بيصدرها بعض الاعلاميين بتزيد المشاكل بالنسبه لشيكابالا. ظلم نفسه كتير لان شيكابالا من اللعيبه المؤثره في اي نادي يعني، وطبعا ظلم نفسه، هو المفروض مكانه يعني مكانه كان اعلى من هو فيه دلوقتي حاليا. ظالم ان هو مش مهتم بموهبته، الموهبه دي حاجه من عند ربنا، فياما ناس عندها موهبه وما لعبتش كره قدم. طب ومظلوم في ايه بقى؟ مظلوم ان هو بيحب يحتووه، يعني هو راجل كسمراء كبشره سمراء من النوبه ومن اسوان، اسوان بتحب المعامله خاصه، ناس طيبين، فاتمنى ان هم يحتووه. شيكابالا لاعب كبير ومفروض يكون قدوه لبيت زمايله، بس اللي انا شايفه دلوقتي حاليا اللي بيحصل معاه ده مقصود، ان لاعب في حجم شيكابالا حجمه خبرته واسلوبه في الملعب، ازاي النهارده انا ما ادلوش وقته واديله فرصته واديله مساحته يعني مع الفريق؟ ازاي النصيحة ليه ان هو يركز الفترة الجاية مع نادي الزمالك، لان شيكابالا لعيب كبير جدا ولعيب موهوب ومن امهر اللعيبة جت في تاريخ مصر، المفروض يركز مع نادي الزمالك الفترة الجاية عشان هم داخلين على مسابقة الدوري ولسه الدوري طويل وفي منافسة في الدوري والكاس، فيركز اكتر من كده. هو لعيب طيب جدا يعني، هو بطبعه طيب جدا بس هو عصبي شوية.